انا ما اعرف كيف ابدي هذا الفيديو، اعتبروا هذه بدايه خرافيه لهذا الفيديو. وين انا الحين؟ انا قدام كليه عماله طب الاسنان، اسوي جوله كذا على الطاير رويكم فيه الكليه. تمام، وين نبدي الحين؟ هنا. حلو حلو حلو. وش هذا هنا؟ الحين احنا في العياده الطابق الارضي. هذه عياده الحين؟ ايوه. اوكي، انا عبالي لاب شيء كذا يعني جلسه. اغلب الناس ما يعرفوا ان كليه عماله طب الاسنان فيها عياده، فهذه الحين العياده. اوكي. العياده مقسمه الى قسمين، العياده الكبيره والعياده الصغيره الجهه الثانيه. حلو، الحين ناخذ لفه على العياده نشوف ايش فيها داخل. موايد كابينات اشوف. ايوه. كم مريض اصلا يعني؟ تقريبا عدد الكابينات مال 80. 80؟ لا، في اليوم الواحد عندنا 3 سيشنات، فعلى كل سيشن تقريبا نسمى 80 مريض. واو. أيوة. اوكي، الشوبينج ليست نبدا ناخذ نختار من الادوات ايش اللي نحتاجها، كلها معقمه، ناخذ على حسب حاجتنا احنا ايش بنسوي، ايش البروسيجر. هذه عندنا غرفتين للجراحه، سيرجري روم 1 وسيرجري روم 2، نحن الحين فون. هذه نسوي فيها شوي الكومبليكيتد بروسيجرز اللي ما يكون مثلا خلع شو اسمه ضرس العقل لما يكون جراحي نسويها هنا، او مثلا يكون في سيست ما سيست نفس الشيء هنا يسووها. هذه الحين لما نريد ناخذ اشعه حال المرضى مثلا لما يكون علاج اعصاب، هناك لما نريد نشوف صوره الفم كامل انزين ناخذها بالاو بي جي عشان نشوف الاسنان كامل. يعني طبعا الانديكيشن يختلف، متى ناخذ هذه ومتى ناخذ هذه. اذا فحص خلصنا الحين نروح فوق، بتحصلهم يشتغلوا في اللاب بيكون فرق، نرجع لهم. كلينيك اللاب، هذا اللاب اللي ندرب فيه على الدمى قبل ما نطبق تحت في العيادة قبل ما نستلم مرضى. تمام، الحين اللي جاري الحين هو لاب البروستودونتكس اللي هي التركيبات اللي هي كيف نحفر السن ونجهزه قبل ما اسوي لك الفيسا وسوان. طب ناخذ لفه نشوف الطلاب الجاسم يسوي. هذا اللي هم كانوا داسين يشتغلوا عليه، فالحين بنروح نتعلم كيف نصنع واحد زي هذا. طبعا اللي موجود عليه اسنان حقيقيه باي ذا وي، مش بلاستيك. الحين هذه يسمونها البلاستر روم، خلينا نسوي. احنا الحين داخلين هنا صح؟ ايوه. اوكي. من الجهه الثانيه. الحين واجد وتري، لازم نزيد بلاستر. نحط الاسنان داخل على حسب ترتيبها، بس الحالي ما عندي اسنان. بعد كذا نصب البلاستر عليه، بعدين نسكر على الكيكه وننتظرها تجهز. بعد ما كذا ناخذ الجوله بنرجع مره ثانيه هنا عشان نشوفه جاهز ولا لا. هنا نصنع اطقم الاسنان، لما واحد يكون عنده 10 اسنان ناقصه مثلا او طقم كامل هنا يصنعه. هذا وش سالين نسوي الحين؟ نفتح كيكتنا، اتمنى تكون زينه. صار جاهز، مش حد يشتغل عليه، بس شوي انكسر للاسف من الامام على الدفوشيه لما تذكر، بس عادي. لما نكون مسوينا غلط طبعا بكل بساطه نجي عشان ينعاد. عيد جو اند ريبيت. اوكي، يو شود ريكورد ذس. هي ذا بيست اندودونتيك ايفر. That's nice of this girl to speak like that because she has yet not seen the world. Happy Dentist Day. Thank you, doctor.